سنة 2020 كانت سنة بلا شك صعبة قاسية بسبب فيروس كورونا، اتعرضنا فيها للعزلة، اتعرضنا فيها ان احنا نعيش لوحدنا، اتعرضنا فيها ان احنا نحس بالقلق من انه في مرض غامض، حتى وان كنت دلوقتي المعلومات بقت متوفرة، بس مرض غامض بيجتاح العالم كله، يا ترى هيصيبني ولا لا، يا ترى هيصيب عيلتي ولا لا. طبعا يعني خلوني أدعو بالسلامة لكل المصابين بالفيروس، وبالرحمة لكل من يعني توفى جراء هذا الفيروس. زي ما بقول لحضراتكم كانت سنة صعبة مفيش شك، لكن 2020 ما كانتش كلها بس كورونا، 2020 كان فيها طبعا على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام بعض الأحداث يعني اللي بتختلف طبعا من شخص إلى آخر. إيه هيكون شكل 2021؟ هل يعني طبيا وعلميا كورونا مكمل شكله لحد ما نشوف اللقاحات وفايزر وسينوفارم هيروحوا بينا لفين، وهل فعلا هيوقفوا المرض ولا لا؟ ده علميا يعني تقريبا شكله مكمل معانا، لكن خلونا نشوف عام 2021 ماذا يحمل لنا. تنضم الينا عبر الهاتف خبيره الابراج عبير فؤاد. مساء الخير استاذه عبير، اهلا بحضرتك معانا، واولا كل سنه وانت طيبه. وانتوا طيبين، مساء الخير، اهلا وسهلا. عايزه اسالك على 2021 ماذا تحمل لنا؟ 2021 اشوف انها تحمل لنا التغيير، يعني هي سنه رقمها رمزه في علم الارقام يرمز للتغيير، فهو هيكون اشوف ان هي يعني بتدي يعني او توقعاتي للسنه دي انه يكون في تغيير في شكل العالم. يعني احنا السنه اللي فاتت انا عارفه انها كانت سنه صعبه، بس كمان السنه الجديده ممكن التغيير ده يتطلب منا ان احنا نكون مرنين شويه عشان نعرف نتكيف مع الشكل الجديد للعالم. تغيير بمعنى ايه استاذه عبير؟ لو حضرتك تقدري تعلي صوتك او لو زملائي يقدروا يعلوا الصوت عشان اسمع كويس، التغيير ده في انهي اتجاه او بمعنى ايه؟ بمعنى انه يعني ممكن يبقى في تغييرات على المستوى العالمي، انه بلاد تتغير اوضاعها، بانه في ناس تعلى ناس تنزل، يبقى في صراعات اكتر على الصعود. طب مش هي دي سنة الحياة انه دايما في تغيير، ناس بتطلع وناس بتنزل، يعني مش ده العادي في كل سنة، ولا 2021 فيها حاجة مميزة اكتر؟ لا 2021 لما يعني العادي، يعني احنا بقالنا سنين مثلا في امريكا هي الدولة العظمى، اي فممكن يبقى في تغيير في دولة عظمى تانية طبعا هيبقى في صراع، يعني صراع كبير على الـ على الكون ده على المستوى السياسي العالمي يعني. بالضبط. طب بالنسبه لكورونا، قريت لحضرتك تصريحات بتقولي فيها انه هيتوقعتي انه سنه 2020 هيكون في مرض يعني يجتاح العالم، مرض كبير، وانه 2021 ربما يكون في امراض اخرى. ده حقيقي، انا قلت كده، يعني انا توقعت لسنة 2020 انه هتظهر امراض، وبتوقع انه يعني طبعا الكورونا ممكن هتفضل مكملة معانا لغاية شهر 7 تقريبا، واتوقع انه يعني بما انه السنة بتبدأ بيوم جمعة فدي تبقى طالعها فينوس، وده السبب يعني بيخليني دي بيبقى طالعها ايه يا فندم؟ فينوس اللي هو كوكب الزهرة. أيوة. كوكب فينوس. ففي كده في كتب القدماء لما السنة بتبدأ بيوم جمعة بيبقى لها خصائص معينة، من خصائصها انه يكون تظهر أوبئة يعني تصيب الجلد تصيب تصيب يعني ممكن تتسبب في حاجات جلدية، وتصيب كمان الحنجرة والعظم. لا خير خير والله اعلم خير ان شاء الله اعلم فعلا. طيب خليني اروح مع حضرتك على الابراج، برج استاذه عبير كده سريعا، عاملين ايه بقى في 2021؟ ناخد برج برج ونركز مع برج الجدي لو سمحتي.
طيب بالنسبة للحمل، أول برج طبعا هو برج الحمل. الحمل بشوف إن هم عندهم قدرة على الإبداع، هيكونوا مبدعين أكتر، وعندهم روح ابتكارية، وهيقدروا إن هم يستعيدوا حماسهم للحياة، لأن سنة 2020 ممكن تكون تسببت ليهم في شعور بالملل، وال يعني شوية مالهمش نفس قوي. هينطلقوا بقى في 2021 بتوع الحمل. فلا بالعكس، هيستعيدوا حماسهم ويستعيدوا حبهم للحياة إن شاء الله. حلو. لو رحنا بقى على برج الثور، تشوف إنه برج الثور هيكون إن شاء الله عندهم سنة صحيح فيها تمرد شوية، ممكن يبقى في الشغل شوية عندهم عقبات أو استفزاز، فبقول لهم بس في الشغل خليكوا صبورين، ويعني حاولوا تتبعوا روح المثابرة اللي دايما جواكم، أي و يعني هتعدي، لكن عندهم الدنيا أحسن. وعندهم فترة كويسة قوي من 14 مايو لغاية 14 مايو لغاية 20/6، ده وقت كويس قوي بالنسبة لهم إن هم يعملوا نجاحات كويسة في يعني عموما في شغلهم. كويس. لو عايزين يعني أشوف إن هم كمان ممكن يبقى عندهم فترة فيها ارتباط من خلال علاقة صداقة تتحول لحب، ده في الوقت اللي هو من 14/5، ده لو مش مرتبطين طبعا. ايوه مهم تتحول ناكد. عندهم. ايوه نعم المهم ناكد لو مش مرتبطين. ايوه طيب بالظبط. ده التور اللي بعده. التور اللي بعد التور في جوزاء. الجوزاء انا بشوف ان هم من الاكثر حظا السنه دي، عندهم الحظ مضاعف، المشتري اللي هو كوكب الحظ في منزل الحظ، فده ممكن يفتح لهم فرص حلوة جدا، يقدروا يحققوا تطور، يقدروا ان هم يعرفوا يحققوا مكاسب مالية ويلتقطوا الفرص بسهولة. كمان عندهم حظ في السفر، ولو مش مرتبطين ممكن يرتبطوا كمان من خلال سفر. هو الحظ لما بيجي بقى الحقيقة يعني بينعنش كل المجالات. طيب ده الجوزاء اللي بعده ايه؟ الأسد؟ السرطان؟ السرطان السنة اللي فاتت كانوا تعبوا قوي، ويعني 2020 يعني كانوا عندهم كتير مصاعب، بس أنا بشوف إنه إن شاء الله 2021 هتكون أفضل معاهم، هيبقى عندهم بالذات في الفلوس الفراغة مالية، ووقت مناسب، بس هيكون أكتر يعني هيحسوا أكتر بالانفراجة من أول فبراير. حلو. فمن أول فبراير يبقى عندهم في الفلوس فرص يعملوا تنمية لفلوسهم، وبيعوا في الحد في البيع وفي الشراء، فيعني في فرص إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة لي الأسد. الأسد عندهم لازم يعني يتحملوا المسؤولية أكتر، هي سنة فيها شوية خشونة، وتحتاج منهم خشونة في العمل ودقة في العمل أكتر، لأن في كوكبين في مواجهة برجهم ممكن تخليهم مشتتين شوية، ممكن تخليهم عرضة لنصب واحتيال، فلازم يكونوا منتبهين، بس يعني ممكن هتعدي إن شاء الله بسلام، بس يكونوا منتبهين أكتر لحقوقهم، لو بيوقعوا أي أوراق أو عقود يكونوا منتبهين. في كويس. الفلوس نفس الحكاية، ما يغامروش في الفلوس، وفي الحياة الزوجية كمان المتجوزين يحاولوا يكونوا متسامحين أكتر ومرنين أكتر عشان ما يتعرضوش أي مشاكل زوجية. طيب والعذراء. العذراء دي سنة الشغل بالنسبة لهم، فهم في الشغل هيكونوا ناجحين جدا، عندهم طاقة ونشاط، ويقدروا إن هم يوظفوا جهودهم في اتجاه سليم، ويعرفوا ينظموا وقتهم وأولوياتهم وجهودهم صح. أشوف إنه يعني بس عندهم وقت لازم يكونوا منتبهين فيه أكتر من أول 14/5 لغاية 20/7، الفترة دي ياخدوا بالهم أكتر من حقوقهم، يفكروا كويس في أي قرارات مهنية قبل ما ينفذوها، يعني يدرسوا كويس أي قرارات في الشغل،
وفي الحياة الزوجية كمان الفترة دي مهمة قوي ينتبهوا ان هم يتجنبوا الاصطدام مع شركاء حياتهم. طيب وبعد العذراء ايه؟ العقرب؟ الميزان، لا الميزان، الميزان. الميزان، ايوه الميزان السنة دي بالنسبة لهم من أكثر، هم هيكونوا من إن شاء الله من أكثر الناس حظا. حلو. عندهم سنة هايلة فيها نجاح في الشغل وسنة هايلة في الحب، حلو. فالشغل الشغل والحب هيكونوا موفقين فيه. عندهم حماس أكتر في شغلهم، عندهم موهبة في الإبداع أكتر، لو بيشتغلوا في مجالات إبداع هيكونوا مبدعين أكتر، يعرفوا يحصلوا على التقدير لكل عمل بيقوموا بيه. في الحياة بقى العاطفية زي ما قلنا دي سنة الحب، فاللي مش مرتبطين ممكن يرتبطوا. عندهم السنة كلها في كوكبين في منزل الحب، بيدوهم نضج كمان في المشاعر حلو، رئيس التحرير وفرص برنامج حلوة. يعني عازب ان شاء الله بقى نشوف السنه دي توفيق. ايه رئيس التحرير عازب، فان شاء الله نشوف توفيق بقى وبرج الميزان ان شاء الله. طيب في بالتوفيق موضوع ان شاء الحب. الله. كويس، من اكثر الابراج حظا اذا الميزان. ان شاء الله. طيب العقرب. العقرب بس عندهم سنه شويه صعبه يعني، لكن في اوقات حلوه. انا هقول لهم الوقت اللي يحاولوا ينتهوا صعبة ايه؟ صعبة فلوس ولا صعبة صحة ولا صعبة شغل ولا يعني الصعوبة في لا انهي اتجاه؟ يعني ممكن تكون في شويه ضغوط مهنيه اي وعائليه، وعائلية. فبس اقول لهم انه يعني مش سنه يعني مستحيله، لكن طول ما هم منتبهين علشان ما يقعوش في اخطاء، يعني يشتغلوا بدقه اي عشان ما يقعوش في اخطاء تتمسك ضدهم. يعني سنه بس محتاجه لصمود ومثابره اكتر، كويس. القوس وعائليا محتاجه منهم لباقه. وهقول لهم ان في وقت حلو جدا بالنسبه لهم من اول 14/5 لغايه 20/6، ده وقت هايل يقدروا ينجزوا فيه كل حاجه بنجاح. وكمان في نوفمبر يعني في اخر حلو. السنه. الشهر بتاعهم. طيب القوس. القوس ده سنه السعاده ليهم، يعني السنه دي القوس عندهم يعني كل الادوات اللي تضمن لهم السعاده ان شاء الله. ان شاء الله. عندهم علاقات اجتماعيه حلوه قوي، علاقات مهنيه هايله، لو عايزين يقدموا في شغل جديد ممكن يعملوا انترفيو قويه جدا. عندهم سرعه بديهه ولباقه وقدره على الاقناع وقدره على التفاوض، ويعرفوا يبرزوا مواهبهم بشكل افضل. وفي الناحيه العاطفيه يعرفوا يحسنوا التصرف ويحسنوا الكلام مع الطرف الاخر، فيعرفوا ياثروا جدا في الجنس الاخر. حلو جدا، نخش على الجدي بقى. الجدي السنه دي بالنسبه لهم سنه تعتبر يعني هايله، احمدك يا رب. بس فيها في بس شرط واحد، ان هم يحاولوا يراجعوا دايما عشان في اوقات فيها تشتت او تشوش، وده ممكن يوقعهم في اخطاء، فلازم يراجعوا كويس كل خطوه قبل ما يعملوها. ده هم اصلا مترددين اساسا يعني يا استاذ عبير، البرج الجدي متردد وبتاع التفاصيل واوفر ثينكينج، مطلوب منه بقى خلاص. السنه دي يفكر اكتر يعني. بس شوفي انا بشوف انه الجدي مش متردد ابدا، ده هم برج حاسم وعارف كويس قوي هم عاوزين ايه، بس هم نمطيين يعني بيدوروا دايما على البرفكشن، يعني بيدوروا ايوه على المثل. صح. طيب وحضرتك بتقولي انها سنه هايله، ده على مستوى ايه؟ يعني في الصحه، الشغل الشغل، اللي في اشوف انه في الحب اكتر، يعني في الناحيه العاطفيه عندهم لو متجوزين عندهم رغبه في ان هم يعيشوا حياه هاديه وبيحافظوا على ده. وفي الناحيه اللي كمان مش مرتبطين عندهم من اول 8 يناير فينوس في برجهم بيديهم سحر وجاذبيه، فالسنه بتبدا ان عندهم فرص هايله للارتباط. وفي الشغل كمان اورانوس طول السنه بيدي للجدي حماس في الشغل وقدره ان هم يثبتوا نفسهم في كل شغل بيعملوه. بس ممتاز. لكن ما بس دايما لازم اقول انه بشرط انه لازم، عشان في زحل في المنزل الثاني ده بيخليكم مشتتين شويه، فلازم تراجعي كل خطوه. وفي الفلوس كمان بلاش تبذير، وتراجعي كل حسب يعني الجاج يراجعوا حساباتهم كويس في ايوه الفلوس، ما ايوه صح. يغنوش هو في الفلوس. بس زحل بقاله كذا سنه معانا صح؟
انا بسمع بس بروح انا بسمع اعزف انا له. بسمع كلمه كوكب خلاص زحل عندكم في البرج دي خلاص بقالي 3 سنين زحل. مبوظ الدنيا. حقيقي زحل بقاله 3 سنين في الجدي، بس خلاص زحل خرج. خلاص الحمد لله خرج الحمد، ده يوم احسن خبر انا سمعته في البرنامج بصراحه. زحل خرج يوم 17، يوم طيب بعد 17 الجدي ديسمبر. الايه الدلو. الدلو، اه الدلو سريعا. عندهم سنة شوية متناقضة، لأن في البرجين في كوكبين متناقضين، المشتري اللي هو كوكب الحظ، وزحل اللي هو كوكب الصرامة والمعلم الصارم. فأنا بشوف إنه العشرية الثانية والثالثة عندهم حظ كويس، هيستفيدوا أكتر من المشتري. العشرية الأولى يحاولوا ياخدوا بالهم، لكن الدنيا برضو مش وحشة، لأن المشتري بيخفف من الوضع من وجود زحل في البرج. عموما يعني عندهم سنة فيها مواقف قوية، ويقدروا يحققوا فيها نجاحات رغم المصاعب. يعني المشتري بيديهم فرص، زحل ممكن يحط لهم عقبات ومصاعب، لكن هيعرفوا يتغلبوا عليها إن شاء الله. بعد الدلو الحوت. الحوت بالنسبة السنة دي بالنسبة لهم سنة بناء، يعني نقدر نقول إن هي سنة بيبنوا فيها للمستقبل عشان يحصلوا على ثمرة جهودهم في 2022، فيشتغلوا. وأهم حاجة بس شرط للنجاح بالنسبة للحوت السنة دي إن هم يعملوا في سرية وكتمان، بس عشان الدنيا تمشي. وعندهم فترة هايلة، هيكون المشتري في برجهم من أول 14/5 لغاية 20/6، ممكن يديهم فرص ما كانوش يتوقعوها، طيب ففي فترة هايلة ليهم. طيب انا جالي سؤال من احد الاصدقاء، بيقول حضرتك ايه الابراج اللي مناعتها قوية ضد كورونا؟ في لا كده؟ يعني ما فيش صراحة قوي بالدرجات دي يعني، بس والله ممكن اقول انه يعني في شوية ابراج يعني مناعتهم ممكن تكون افضل من غيرهم. برج الثور وبرج الميزان وبرج القوس طب والجدي؟ مش قوي. لا، الجدي لازم ينتبهوا برضو. طيب اوكي ننتبه بقى إذن، يعني كلمة السر بالنسبة لمعظم الأبراج يعني ناخد بالنا، ناخد بالنا من 2021. أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهاردة أستاذة عبير فؤاد خبيرة الأبراج.